أهلا بكم في برنامجكم ويكند ستوري في عدد الليلة. الطيب زيتوني الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي. الرئيس السابق لنصر حسين داي مراد لحلو. وفي النقاش زين عامر. إلهام بوثلجي. هشام موفق. مع بلال كباش. الله مساكم مشاهدينا الكرام في هذا العدد الجديد من ويكند ستوري الذي يأتيكم كل يوم جمعة على قناة شروق نيوز في هذا التوقيت. أكيد اليوم مازال نشوة فرح بنتائج الفريق الوطني وتأهله لنهائي كأس العرب، مع شوية خوف حول مباراة الغد إن شاء الله التي ستكون ضد الأشقاء التونسيين. ويكند ستوري اليوم راح يناقش السياسة ويناقش كثير الرياضة. شفتوا ضيوفنا النهار اليوم، سيد الأمين العام للأرندي سيد زيتوني، مرحبا بك. شكرا على الدعوة. وسيد لحلو رئيس السابق لفريق الملاحة حسين داي، مرحبا بك. الله يسلمك، بارك الله فيك على الاستضافة. وراح يكون معنا هشام وإلهام وزين عمر اليوم للتحق بنا لعدد اليوم. إذا مشاهدينا الكرام بدون إطالة نروح الأول فقرة في البرنامج بولي ستوري. عودة إليكم مشاهدينا الكرام. شفنا الانتخابات المحلية، كنا بدأوها شوية سياسة. الانتخابات المحلية السابقة جرات، كان هو مسار دستوري كان لابد يمشي باش تستمر بناء مؤسسات الدولة، ولكن لغاية الآن هذه المؤسسات لم تبنى على المستوى المحلي بسبب شيء اسمه التحالفات أو التكتلات أو الصراعات ولخلق الانسداد. سيد زيتوني شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الدعوه ونشكركم على هذا الفضاء اللي راه متاح للطبقه السياسيه الاعلاميين للرياضيين لكل فئات المجتمع. وحنا نشكرك كذلك لانك عندنا شحال من طلبناك حتى اليوم باش جيتنا. انا كنا لاتين في الحمله الانتخابيه، وانت سي بلال على بالك يعني كل واحد يجي عندك يعني راح ديفي شويه على الهدف المستر، سي بورسا قلنا خليها تفوت الحمله ونجي عندك. اذا نشكرك مره اخرى على الدعوه. فيما يخص انا نظن بلي التاخر تنصيب المجالس ماهوش جاي او ناتج عن صراعات او انسدادات، بالرغم انها موجوده على بالك القانون. عندك 10 ايام بعد الاعلان الرسمي عن النتائج اللي انتهت يوم 14، ويوم 15 بدات التنصيبات تاع البلديات اللي فيها اللي كان فيها طعون، حتى المجالس الشعبيه الولائيه اللي فيها طعون، بالرغم من ان سيفري القانون فيه ثغرات كبيره اللي لازم تصلح اللي تستدعي الى الانسداد، وراح يكون في انسداد في الكثير من المجالس البلديه والولائيه. لماذا؟ لان هذه قضيه 35% اقل من 35%، اغلبيه مطلقه غير مطلقه، يعني هذه امور تقنيه تاع القانون موش اليوم مجالها باش نتكلموا فيها كلها. لكن نظن باللي الانسدادات اللي كانت موجوده في العهد السابقه نتاع المجالس المنتخبه راهي موجوده بنفس القانون، مازالها موجوده بالرغم من اننا حاولنا ان نصلح في القانون. احنا فيما يخص قضيه التحالفات الحمد لله احنا على بالك في المستوى المحلي ماهيش تحالفات سياسيه ايديولوجيه بتوجهات وطنيه، هذه تكون في الامور الوطنيه قال اغلبيه رئاسيه، اغلبيه معارضه، اغلبيه برلمانيه، لكن على المستوى المحلي هي تخضع الى شروط اخرى، هي عروشيه، هي تقارب، هي يعني شكون يمشي معايا اكثر من اللي وشكون الاخر. وشفنا انه هناك حديث عن رشاوه تمدوا في التحالفات. انا نقول لك يعني نروحوا للشيء الايجابي دابور، انا بديت لك بالشيء الايجابي هو انه تخضع لهذه الامور، كذلك تخضع لبعض التوجهات كما في ليزابيوي في المجالس الولائيه تخضع الى قال ماذا بينا احنا هذا الحزب اقرب لنا من هذا، ولا عندنا اهداف مشتركه في ولايه ما في العاصمه او في ولايه كبرى او في حتى في ولايه صغرى، نخضع الى بعض التحالفات السياسيه اللي رؤساء الاحزاب يعنوها. للاسف في بعض الاحيان كاين لكل قاعده يعني استثناء، وكاين بعض التصرفات اللي مازالها موجوده وتغلغلت في المجتمع كمجتمع، لان الفساد، لان الله سبحانه وتعالى يقول لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، يعني قضيه الفساد اللي موجوده هي موجوده حتى في انفس بعض الناس. مازلنا الناس تطمع في التشيبه في الشكاره يقولوا شحال تعطي. طيب زيتوني
قطعت لك كلامك لكن في هذا السياق، مازالكم تأكدوا أنه المال الفاسد اللي حاولنا نتفاداه في الانتخابات يعني في الترشيحات اللي كان سابقا يطبع الترشيحات الآن هو يميز التحالفات للحصول على رئاسة المجالس البلدية؟ موجودة للأسف، مازالها موجودة بقوة. احنا كنا طلبنا أن هذه قضية 35%، مادام احنا دولة ديمقراطية، احنا ماناش مملكة، ماناش مملكة، ماناش إمارة، هاني جايك. احنا دولة ديمقراطية، نظام جمهوري ديمقراطي يخضع للانتخاب والاختيار الشعبي. إذا كان فتك بصوت معناتها أنا قبل منك. احنا قلنا باللي إذا كان باش نقضيو على المال الفاسد وطلبناها رسمية للأسف لم تطبق. باش نقضي على المال الفاسد ديت أنت ست مقاعد، ديت أنا ست مقاعد، فتك بصوت أنا ندير رئاسة البلدية. احنا اليوم اصبحنا اللي يدي ست مقاعد، واحد يدي اربع مقاعد، واحد يدي اربع ولا يدي مقعد واحد، وعنده شكاره تاع درام يروح يشري اصواتنا على الناس ويمشيوا معاه، وراه اختيار الشعب. صرت في بعض، اسمحي لي فقط الهام، صرت في بعض البلديات ولا في بعض المجالس الولائيه وين الشخص عنده مقعد واحد قدر يتغلب على راندي، مازالها موجوده لحد الان، مازالها موجوده. اليوم نعطيك مثال، كاين بلديه اللي راهم 35%، يعني عنده الحق في القانون يقدم مرشح واحد يروحوا يتحالفوا عليه بلي نجوزوه للدور الثاني باش من بعد قاعد يتفقوا عليه. اللي عند كاين شخص واحد اللي عنده المال، وهذا ماش عارف فيه جاز، لان رانا نقولوا بلي تزيرت الامور. احنا نحاولنا 1900 بتهمه المال الفاسد، وهذا كيفاش جازوا لهم هاد الناس اللي مازال يشرو في الديمم؟ يعني فيه هنا ثاني فيه قول حلوا قوس فيها ثاني فيما بعد، لكن هادو جازوا سيدي، راهم موجودين في المجالس، يروح بصوته فقط يروح يجوزك للدور الثاني، ومن بعد يتحالف لك مع الناس قال لحقوت الاصوات يعني بمبالغ خياليه للاسف. بطبيعه الحال موجوده، وحنا حزب سياسي، احنا مانيش مصلحه الامن، اكيد حزب سياسي بطبيعه الحال. احنا قدمنا بشكاوينا وقلنا تفتح تحقيقات، والحمد لله السيد الرئيس عندما جاء في بدايه الامر قال حتى بعض النواب اللي انتخبهم الشعب وموجودين في المجلس الشعبي الوطني او في المجالس المنتخبه حتى بعد سنتين تثبت عليهم تهمه المال وشراء الدمم يتنحاو من المجال. ولكن هذا الشيء اللي طلبناه. 1900 شخص تم اسقاط اسمائهم من التجمع الوطني الديمقراطي، هل هذا اعتراف من الامين العام للحزب انه الحزب مازال تحت وطاه اشخاص فاسدين؟ لا مش اعتراف، لان قلت بلي فيه ثغرات في القانون. عندما تشوف انت واحد شخص اداري يروح يوزع لك في التهم، كاين ناس فاسدين بطبيعه الحال في كل الاحزاب السياسيه، وحنا رانا مش محتلين المرتبه الاولى، رانا في المرتبه الثالثه في قضية الإقصاءات. لكن عندما تكون فيه نية إلى إقصاء وحقرة وظلم الناس، هذه قلناها في حملتنا الانتخابية ونتحمل مسؤوليتنا عليها. عندما السيد رئيس الجمهورية قال بأننا لازم نحارب المال الفاسد وشراء الذمم وإبعاد شراء الذمم على العملية السياسية، لأن للأسف حطمنا العملية السياسية. 1900 حاجة هاني جايك، هاني جايك، هاني جايك. إذا تعلق على الرقم وأنا نعطيك في المقاربة السياسية. أنا نقول لك بلي المقاربة السياسية أننا نقضي على المال الفاسد، وهذا الشيء كلنا متفقين عليه. متفقين عليه. وأي إنسان موجودة في هذه الأمور حط يده في الماشينة الله لا يرده، خليها تاكله. لكن ما نديرهاش يعني ذريعة باش أنني أنت ما تعجبنيش نقلعك. وهذا الأمر للأسف مشى على مستوى محلي. هل تشكك في كفاءة السلطة الوطنية في إدارة هذه العملية؟ أنا ما نقولش فيه سياسة مرسومة أو توجه. 1900 ماشي 10 ولا 20. نجاوبك على السؤال. 1900 نجاوبك على السؤال، معليش. تفضل. أكيد. شكرا. نعم. ما نقولش بلي فيه سياسة مرسومة أنها تروح إلى إقصاء الناس، لكن فيه بعض التصرفات المعزولة. أنا هذا الشيء هذا يعني دوخ، لأنه يعني إحنا مازال عندنا استحقاق، مازال عندنا. شوف أكثر الإشكالات الآن اللي راهي موجودة بسبب هذه الانسدادات اللي راهي موجودة بلال، أنه كما كان يتكلم السي طيب كاين ناس مالغري الحزب 1900 وكاين ناس جازوا. اسمح لي انا راه نتكلم لك على صوت واحد اللي يقدر كما بالتعبير تاعنا يدور لك اربعه خمسه على شخص واحد. انا نزيد لك هذا باش يدخلوا الدور سي زيتوني باش نسيي نديروا الحوار ونخليك نروح لواحد النقطه انا هبلتني، يعني من الانتخابات الشرعيه الانتخابات المحليه نشوفوا ناس يخرج عليهم يقول لك مثلا فلان راح يترشح وصارت الزملاء صحفيين صح ولا لا؟ لا نعم صحيح. يروح يترشح يحط ميزه بعدين يقولوا له عندك ما ترشحش لانه عندك تهمه شبهه الفساد، وشفنا ناس اخرين تم اقصائهم شبهه الفساد. انا سؤالي الان واحد اللي عنده شبهه فساد يلا نحيها من الانتخابات، هل يعني ما نديهاش للمحكمه؟ ما نديهاش للعداله؟ هاو الاشكال وين راه 1900 واحد، يعني 1900 فلان دي نعطيوه ولا فلان راه اكثر وقيمه 3000 ولا
وحماس عنده كذلك ما نعرف شحال هي تتحسب بالنسبه على كل في التواجد في البلد ولكن نحسبوها كعدديه هاد الاشخاص هذوما يعني اللي راحوا يترشحوا نقولوا واحد 10,000 من شخص تم متابعه تم اقصائهم بتهمه الفساد اين هنا اين هي المتابعات القضائيه لهاد الناس اذا صح عندهم انا شفت شخص بلال نسمعوا راي الرئيس طيب في هذه النقطه انا ماذا بيا الناس اللي تمت عندهم تهمه الفساد ماذا بيا يدهم العداله يحاسبوهم ماذا بيا يدهم العداله كيف يعني تهمه فساد كنت مسير وكان الناس انت صحافيين نهضرك على منتخبين كانوا يسيروا ونقول له تهمه الفساد ما ترشحش وخليه يمشي يدور وعايش نورمال وعادي نورمال اذا فيها تهمه الفساد لازمني اون دو سوتو سيزي يعني بور باسي على جوستيس والسيد هذا تهمه الفساد لازم تجيب لي وين اللي سرقت الدراهم ترجعهم وتخلص وتخلص عليها لكن اذا كان هكذا توزيع تهم نعم احنا ثاني كنا نحلوا تحقيق عليها وانا الشيء اللي طلبوه انها تفتح تحقيق على كل الناس لان علاش عندما تشوف ناس متابعين قضائيا وراهم يمضيوا في العداله وتقدموا ملفات وما تنحاوش واليوم راهم منتخبين عندما تشوف ناس راهم في لابيان يعني وحنا كنا تقدمنا بها وعندهم يعني متابعات قضائيه بتهم منسوبه اليهم بتحويل المال وراهم موجودين اليوم هل يوجد حكم نهائي لهؤلاء المجلس الشعبي الوطني اذا هذ الناس نقولوا باللي باش على الاقل احنا سيفري دوك احنا رانا في السلطه نقولوا السلطه فاتيه لان على بالك سي تاناكي دافوار لاني سي تاناكي كل طبقه سياسيه كانت تطالب باش انه يكون عندنا سلطه مستقله ولكن هل لعب الدور تاعها سي طيب لكن الدور تاعها مازالوا في بدايته احنا يلا تحبوا نشوفوا الامر من الجانب الايجابي ولا من الجانب السلبي إلا تحبوا نشوفوا من الجانب الإيجابي نقولوا هذه نشوفوا من الجانبين معليش نشوفوا من الجانب الإيجابي أننا عندنا اليوم أناكي الحمد لله لازمنا نحافظوا عليه نشوفوا الأخطاء اللي موجودة فيه نصلحوا الشيء اللي موجود فيه ونتقدموا به القدام ما لازمش نتراجعوا اسمح لي برك في هذه لأنه علاش بعض الإخوة راهم يقول لك لا نرجعوا للإدارة وكي كان لو دال خير كي كان لو دراك خير وكي كان كذا نو هذه ما لازمش نرجعوا فيه يعني مكتسب فيه مكاسب حتى الى الامام لازم نمشيو للامام فيه اليوم ثغرات موجوده في قضيه الاقصاء في قضيه النسب المئويه في قضيه شراء الدمم داخل المجالس المنتخبه هذه لازمنا نصلحوها انتما كحزب الارندي راكم عشتوا استحقاقين يعني التشريعيات والمحليات يعني كيفاش اليوم تقدر دير حوصله على هذا يعني اون افيكو دو زيليكسيون واش تقدر تقول لنا لان في وقت سابق نعرفوا كيف كانت تسير الامور هل اليوم يعني ما عدا هذا يعني الاقصاءات هل شفتوا تغيير يعني مثلا في هذه المجالس خاصه اننا شفنا الاحرار اليوم يعني ولات اون توندونس الاحرار انا نعرفوا ان يعني شباب ماهمش مسيسين ما عندهمش اون لين يتبعوها هل يعني هاد الاشياء ما يتخوف اليوم خليني نجيب واحد السؤال فقط على سؤال زين باش نعطيك متسع من الوقت سي زيتوني انت اليوم امين عام حزب الارندي بين قوسين معروف سياسيا ولا حزب الاداره هكذا اليوم ما يشوفش سي زيتوني انه ربما السلطة اليوم السلطة المستقلة الانتخابية خرجت عليها كانت مع الإدارة كانت حاكمة خير كأرندية وليس كزيتولي لأنه نعرفك أنه في وقت الأمين العام السابق تم إقصاؤك وصرا فيك اللي صار حزب الأرندية احنا هذا يعتبر من الماضي أنني كنت معارض مدة تقريبا من 2002 وأنا معارض لمسار تسير التجمع الوطني الديمقراطي وهذا الشيء معروف ما نرجعوش ليه واليوم رانا جينا باش نفرضوا هذاك الشيء اللي كنا نطالبوا فيه بكري اننا نجدد الممارسات نجدد الممارسات السياسيه للاسف خلت الطبقه السياسيه والشعب ينفر من العمل السياسي الشعب انفر من العمليه السياسيه لماذا لتصرفات الطبقه السياسيه في حد ذاتها سي بور سا اللي كنا احنا كشباب انذاك كنا نعارضوا في التوجهات وفي الممارسات اللي كانت موجوده هذه قضيه حزب الاداره وحزب الدوله وانت تاعك فلان وانت تاع فلان كذا لا ننتمي الى مناضلنا لا ننتمي الى برامجنا لا ننتمي الى الاهداف اللي نريد ان نحققها بل ننتمي الجهه اللي جابتنا لا احنا الارندي الجديد باذن الله راح يمشي في الطريق اللي كنا احنا بكري نعارضوا باش اننا تتحقق في الميدان هذه من جهه ثانيه أنا قلت لك باللي السلطة الوطنية لتنظيم الانتخاب هي مكسب للطبقة السياسية وللعملية الديمقراطية ما لازمش نتراجعوا عليها فيها تجاوزات فيها نقائص فيها دي بوان دي زون دومبر لازمنا نصلحوهم أي بداية أي عمل نبداوه يكون فيه مشاكل لكن خليني نعاود نرجع للسي زين في السؤال أن الحوصلة نقول باللي فيه أمور إيجابية جدا ولكن فيه أمور سلبية ما زالها موجودة احنا نتكلموا على الشيء اللي متحقق وايجابي سناكي
لكن الشيء اللي مازال ما رانا نتكلموا عليه ما راناش نكريتيكيو لاننا ما ربحناش الحمد لله الاران ديال روفيان دو لوان بعد ما كان كذا وكذا وكذا ويصنف كذا وكذا اليوم راهو القوه الثانيه في البلاد اذن لو اران ديال روفيان دو تري لوان سي بو سا كو علاش روفيان دو تري لوان عندما تشوف انت يعني مئات الالاف من المواطنين يعاودوا يجددوا ثقتهم في التجمع الوطني الديمقراطي معناتها فيه امور جديده وفيه ناس عنده كفاءات عندكم طموح باش تمشي للمرتبه الاولى هذه النقطه اللي نرجع لها سي بلال فيها لان الارندي مش حزب الاداره لان الارندي كان حزب النخبه والنخب كانت موجوده في كل الادارات وفي كل مفاصل الدوله الارندي تعرفوا وقتاش خلق في وقت الازمه نتاع البلاد وتخلق بشلاغمو خلق بشلاغمو سي طافي نورمال علاش خلق بشلاغمو وبلحيته ما شاء الله كذا علاش خلق بهذه الصفه لان في 1996 بعد ما كانت الناس تخبى بالجورنال بعد ما الناس مسات لشانتي جيديو بعد ما الناس تامرت على الجزائر جاء الاراندي جاء بن حمود الله يرحمه جاء بن صالح الله يرحمه جاوا رجال يعني عندهم وزنهم في الساحه وقال جاونا شهداء ولاد ولاد المجاهدين جاوا المنظمات كبار هذو ما خلقوش من يعني مجموعه من الشباب في الجامعه قال جماعه روحوا نديروا توجه سياسي لا جماعة كان التفوا حول المشروع الوطني باش يطوفيو البلاد انذاك وكانت كان لابوي بوليتيك كانت بطبيعة الحال الدفعة اسمها السياسيين انذاك بعد ما بقى في الميدان غير مؤسسة الجيش الوطني الشعبي اللي تحافظ على النظام الجمهوري انذاك بعد ما بقاو وحدهم يحاربوا في البلاد بعد ما بقاو الناس يموتوا صباح وعشية من كل الأطراف يعني عشنا عشرية سوداء عشنا أزمة سياسية اللي أدت بنا بمئات طيب باش نقعدوا في النقطة تاع الكفاءات هذه الكفاءات كانت فيكتيم من هاد الناس اللي كانوا فاسدين في الحزب هاد ما تظنش أن هذه الكفاءات تهمشت وهذه الكفاءات اليوم يعني اللي كانت قادرة بالك ترفع التحدي واليوم بالك هذه الكفاءة نلقاوهم بالك راهم مخبيين ومازالهم خايفين شوية لا الحمد لله واش هو لو ميساج تاعك باش هاد الناس يرجعوا للحزب الميساج أن هذه الكفاءات شوف الأراندي بالرغم من أنه كانت فيه آلاف حزب النخبة فيه جامعيين فيه متعلمين فيه فنانين فيه رياضيين فيه كل الفئات المجتمع من النخب نتاعها من الأوائل من زبدة المجتمع الحمد لله اليوم راهم يرجعوا شيئا فشيئا راهم يعاودوا يوليو وهذه المرتبة الثانية اللي تحصلنا عليها ما جاتش من عدم جات من عامل أن الناس عاودت شافت ثقتها في هؤلاء الناس يقول لي نرجع لك القضية الأحرار في كل الدول تقدر تترشح في قبة في تحت قبعة حزب سياسي وتقدر ترشح حر لكن الحر ماهوش توجه سياسي احنا اليوم راني للاسف بعض الاحيان نشوف رانا دايرينهم طبقة سياسية ونعطيهم لا الحر هو شخص شخصي مثل نفسه ماهوش برنامج سياسي اللي اطر المجتمع اللي يحاول انه لا كل حاجه في بلاصتها الحزب السياسي هو حزب سياسي ببرنامجه بتقاليده بوجوده والاحرار هذو امور يعني منعزله اذا هي الاحزاب اللي تحالفتوا معاها وهل نقدروا نعتبروا انه ما دام راك تتكلم على المال الفاسد الأرندي ما دفعش أموال باش يتحصل على المراتب تاعو في البلديات والولاية في هذه الفترة؟ حتى واحد تحصل دفع له حتى كل طبقة سياسية واحد ما دفع ما دفعهاش أونامون كاين اللي يدفعها أونابال يعني باش نكونوا صراحة بيناتنا احنا اليوم المجلس اللي راهي موجودة يقدر يكون يمكن العدالة تتحرك هكذا شوف في هذه الأمور احنا طلبنا من مصالح الأمن أنها تتحرك بقوة واللي تشوف فيه شبهة المال سواء يكون في التجمع أو في غير التجمع لازم تأخذ فيه قرارات أكيد. يعني هذه باش كل أمور واضحة باش ما نتزايدوش على بعضنا ما نقولش بلي أنا عندي ملائكة والأخرين هم اللي راهم لا القانون في حد ذاته فيه ثغرات يخلي كاع الناس تطمع إلا شاف واحد رفض شكارته يجري باش يشري أصوات الآخر من طبيعة الحال إذا كان عنده شكارة راح يخرجها باش يشري أصوات وبالتالي هنا لازمنا نحط باراج هل حطيتوا اقتراحات لقانون البلدية القانون؟ أنا كنت نقول لك عليه باللي شوف إذا كان أنت عندك 5 مقاعد وأنا عندي 4 مقاعد مبروك عليك رئاسة البلدية علاش نخليها مفتوحة للتأويلات وكذا إذا كان أنت عندك 6 مقاعد وأنا عندي 6 مقاعد وتفوتني بصوت الخيار يرجع للشعب هذا هو الشيء اللي دفعناه لو كان نمشي وهذا اسمح لي ما كان حتى انسداد في حتى بلدية لو نمشي لهذا الاقتراح يا خويا اللي فات تديت 1000 صوت وانا ديت 999 صوت مبروك عليك البلد سيدي وهذا هي الديمقراطيه وهذا هو الاختيار الشعبي من فضلك دقيقه بلال في هذا السياق احنا ماذا بينا كاملهم يشكيو من الانسداد
واعطوا لنا الحل باش نشوفوا المجالس المنتخبه منتخبه وباش خلاص نتعداو هذه المرحله. وهذا الشيء اللي انا نتكلموا عليه، لازم توصل لحاته الماده نتاع 50% فيما فوق. فباش توصل لح الماده لازم سن قانوني. احنا رانا شوفي الحل الان، احنا اليوم رانا اغلبيه في ما يقارب 400 بلديه على المستوى الوطني، رانا اغلبيه في ما يفوق 15 مجلس شعبي ولائي، وهذه هي الارقام الموجوده. طيب نكملها نعرفك الفكره ديالو نكملها. رانا اغلبيه، ماناش قادرين نحصلوا على رئاسه البلديه في كل المجالس اللي رانا اغلبيه. هل ستستمرون كالانديا؟ راح تكملوا في الانسداد انتم؟ كيفاش تعملوا انتم؟ هل راح تعرقلوا؟ لا بطبيعه الحال. انا نقول لك حاجه، وهذا نداء يقوم به خوتي المناضلين على مستوى كل البلديه، ولو تسمحوا مصلحه البلاد اولى، مصلحه المواطن اولى، شعب كراه، شعب كراه. لا ديميسيون تاعنا كوليكتيف من لاكت بوليتيك، من استقالتنا الجماعيه من العمل السياسي. اليوم قلنا نشوفوا انتخابات ب 20% 25 ما لحقنا 34% في البلديه. لماذا؟ من التصرفات هذه. انت اليوم نجي منتخب نحكم لك البلديه اونوطاج خمس سنين اخويا ما ندير ولي لان القانون كذا، هذه ماهيش مسؤوليه. انا دائما نقول نقوم به دابور لي زيلو دو ار ان دي اي تو لي زيلو دو لا كلاس بوليتيك سي كان تخلاو على الانانيات الشخصيه وخلي مصلحه يا اخي راحت لك البلديه مبروك عليك. طيب زيتوني، نفس السياق، انت تعرف اهميه البلديه، تعرف الاهميه تاعها القصوى في الحياه اليوميه للمواطن، هل اسديت تعليمات باش يعني المناضلين تاعكم تاع الارندي اللي يكونوا في المجالس المحليه يعني يعاودوا يحيوا هاد البلديات؟ لان نعرفوا ان لو سوكل تاع البلد هو البلديه. والبلديه احنا مشينا بشعار اللي كنتذكروه في الحمله، حوكمه محليه من اجل تعيين تغيير فعال. هذا الشعار اليوم قاسي زيتون يبقاو الشعار ولينا نخافوا الشعار. لا ماشي شعار، راني نجيك علاش، لانه داخل في السياق لو يتكلم عليه. البلديه هي الخليه الاساسيه تاع الدوله، المواطن يعرف رئيس البلديه تاعو، ما يعرفش الوزير وما يعرفش كذا. لكن نظامنا السياسي الحالي للاسف هو نظام مركزي، ما يقدرش يمكنك باش ان الاراده الشعبيه والطاقات الشعبيه اللي موجوده في كل مناطق البلاد انها تستثمرها في خدمه البلد وخدمه البلد. وزاد بور لا ديسونتراليزاسيون، اوني بور ان ديسونتراليزاسيون ان ديكونسونتراسيون توتال. اون بو با جيري البلاد اترافير الجي. يا جماعه عندنا قاره سبحان الله، دوك انا نهضر على الفلاحه في واتسوف ونستنى تجيني من عميروش من وزاره الفلاحه تعليمات باش انه واش دير واش ما ديرش. نو لا ديسونتراليزاسيون لا غوفيرنونس لوكال حوكمه محليه. سي كوا حوكمه؟ سي اون غوفيرنونس، سي با اون ريبريزونطاسيون هكذا صوريه شكليه. قال راه عندنا منتخبين وكذا ويستنى لا سيفونسيون تجيه من العاصمه، يستنى البي سي دي جيه من العاصمه، يستنى البي اس دي جيه من العاصمه، ولا ما عطاولوش. البلديه عندنا 1200 بلديه تقريبا عاجزه ماهيش قادره ميم با تخلص العمال. اذا احنا نادينا في حملتنا وفي قانون الانتخابات اللي راح يتغير وفي قانون الجماعات المحليه ان شاء الله اللي راح يتغير وفيه اراده سياسيه اللي ماشيه في هذا الاطار، اننا نمشي الى حوكمه حقيقيه. الدول كلها اللي تقدمت، شوف في اوروبا، شوف حتى في افريقيا، الا ما عندكش غوفيرنونس لوكال تلقى لا ريجيون لا بي سي تلقى عندها وزن حقيقي. هل تم زياده البلديات في الجزائر؟ نعم، زياده عدد البلديات. نو ما يتحلش، ما هوش الحل مش هادو بنا. هادو اللي راهم ما داروا، هادو ديجا ما داروا والو، ما داروا والو يعني زيدوا نبدلوا لا كونسيبسيون اوليو باش لا بيراميد راهي مقلوبه على راسها نعاودوا نسقموها. قال الحكم النقاش اللي وقع سي طيب سمح لي قطعتك، هو مساله العفو عن الاشخاص الذين تمت ادانتهم بتهم فساد، يتم العفو عنهم مقابل تنازلهم على المال ولا جزء من المال، مصالحه الماليه يعني. كل واحد كيفاش كيفاش يسميها، لكن السلطه راهي فصلت فيها لانه قالت المصالحه ما تكونش مع الاشخاص، تكون مع المؤسسات والمؤسسات. شوفوا برك رد الامين العام السعودي، هنا ترجع لليوتيوب خرجها تلقى الموقف نتاعنا. احنا ضد من سرق مال الشعب، راح نسامح له ضدها. كاش من سرقت مال الشعب تخلص، ماهيش فالابل بور لو سيتوان اي اني با فالابل بور دوتر. اذا هذه قضيه لامنيستي، هذه تاع سرقت لامنيستي، نديروا لامنيستي فيسكال بور اون فيزيون ايكونوميك، نديروا اون امنيستي كذا، مي سرقتني ونسامحك سمحك، مالا نغلقوا الحباس، نحبسوا العداله. نعم، ما نطبقهاش على مؤسسه. كاين فرق بين المؤسسه والمسير. المؤسسه تقدر تدي البراءه نتاعها ونقدر نعاود نتعامل معها لانها مناصب شغل، لانها شخص معنوي. لكن الاشخاص اللي تثبت في لا سور فاكتوراسيون، في الترانسفير دي دوفيز للخارج، في سرقه اموال الشعب والملايير اللي مشات، رجعها وتتحاسب. انا مع انك ترجعها وتتحاسب. سي الحلو بوليتيك، قول كلمه في بوليتيك شي رياضه برك، قول شويه بوليتيك. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. شو انا عندي فكره وعندي اون فيزيون في البلديات هذو والولايه.
شوف لو كان ما يلحقوش هاد الاحزاب ولا الاحرار ولا المنظمات اللي يشاركوا، لو كان ما يكونش الشعب يشارك يقعد الانسداد هذا باي قانون يديره يقعد الانسداد. اما لو كان المشاركه تاع الشعب، لان الصح هاد البلديه دا تخدم الشعب، نحكوها في بلديه، لما تجي البلديه تشارك ب 80% ولا 85% ما ينجمش يوقع انسداد، لانه يكون فرق شاسع ما بين في الانتخابات، وراح يكون الفوز تاع الرجل اللي خدم الشعب هذا، والشعب هذا باش ياخذوا ماشي هذا المال الفاسد قصه، هذا سي كوم سلوغون. مراد الحلو انت تشارك في الانتخابات تاع الرابطه، بالك شوف مراد الحلو يشارك في السياسه. شالو شوف من بين، خليني نكمل الفكره. كمل الفكره لانني الفكره هامه جدا. لماذا؟ لان ما دام الشعب ماهوش يشارك حتى ل 60% في الانتخابات، كاع واش راح يندار ما يلحقش النتيجه اللي يحوسوا عليها. هذا المال الفاسد سي ان سلوغون. المال في الانتخابات، في النشاط الرياضي، في اي نشاط لازم المال. الفساد هذا مين جا هذا المال الفاسد باش يحكوا عليه؟ انتم تعرفوه خير في الرابطه. بطبيعه الحال نعرفوه خير، نعرفوه من جا. لا لا احنا عايشين شوف هذيك لا لونغ دو بوا بعيده. درك لما دير حصه وتحب تنور الناس، انا نقول لك لما بلديه ما تشاركش ب 60% ولا 70% ديجا الممثل ماهوش يمثلها تمثيل. صح. ونقول ونعطيك الحل ديالها. هاد الناس تجي تشارك الانتخابات لو جور جي 60 70 يوم قبل الانتخابات. انا ننصح الناس اللي اليوم معولين يترشحوا في الموندا الجاي يبداو يخدموا الشعب ديالهم اليوم. بارك الله فيك. رئيس بلديه اللي عنده بلديه، وكاين بلديات ما نهضرش اللي عندهم عدد زمالي، اما كاين بلديات اللي مرفين قادرين يخدموا الشعب ديالهم وكانوا يوعيوا الشعب ديالهم. لماذا؟ هو الفائده ديالو هو اصلا راه انسان جاي يخدم الشعب، وباش يخدم الشعب لازم الشعب يساندو باش ينجم يخدمو. كيفاش تولي كاينه نظافه في بلديه اذا كان الشعب مازال ترمي الساشي في الطريق؟ سي مراد انت سمعت في هذه الانتخابات الناس جازوا عن طريق دراهم؟ بطبيعه الحال نقعدوا كاع كيف كيف في الطريق، كي انت كي انا كي هو. كاين الناس تخلصت ويعرفوها كاع الناس ويضربوا ويضربوا في المجالس هو الشيء اللي غيدنا هو اليوم ان هاد الناس، لان القاعده هاد الناس اللي ترشحوا في البلديه والولايه هما القاعده، هما اللي يعيشوا مع الشعب البسيط. لماذا ما نجموش يقنعوا المواطن باش يجيبوه للصندوق؟ كما انتم في كره القدم سي مراد الحلو ما تقدروش تقنعوا الا المناصرين، في السياسه نفس الشيء. فاش من فوتوكوبي؟ لا ما تقدر، لان تمدوا كما قال لك بلال وعود تقريبا كاذبه. لا 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 ما قلتهالوش. لا في الوعود السياسيه انا يعني في الوعود الرياضيه حتى الوعود نجاوبك عليها. علاش كي نروحوا للشقه؟ كي نروحوا للشقه هذا انا كانت عندي فكره حاب نلحقها. وانا شوف واش عليه بلال هذه برك شغل نشوفها ونشوف شغل نصيحه وين يظهر لي شغل هذا هو لو شوفوال دباطاي تاع كاع الجيري. هو المواطن لازم يقتنع بهاد الناس، لازم يقتنع بالانتخابات. مش كيما يقول واحد يقول لك القوانين اللي صدروا في الجزائر من 62 يوم ما لازمش يكفي باش تصيب كاين تحت اونتر ليلين تنجم تجوز واش تحب. صح. وهذا الشيء اللي لازم يلحقوا به ان الثقه تاع المواطن ترجع ليكسبوها فيها، لان رئيس بلدي يخدم مع المواطن. المواطن قدامه، علاش ما دارلوش جنينه وعلاش ما خدملوش؟ كلش كان قدامهم. صح. كلش قدامهم ودراهم عندهم. وشوف حتى ولو نتكلموا على هما ما يحوشوا على سلطه واحده اخرى كبيره، بصح كاين سلطه صغيره في يدك. صحيح. لو كان السلطه انت الصغيره اللي في يدك استغليتها من بينهم نرجع الرياضه، الملعب بالبلدي تابع ليك، لو كان انت درت له الكراسه، لو كان انت درت له الكازون ديالو، لو كان انت درت المرافق للمدارس الابتدائيه درت لهم كاع كل حاجه، يلحق المواطن باللي يولي يامن بيك. اما لما تروح تسال المواطن، وانا كنت حاب هذه حصه مثل هذه كدا يديروا يسالوا الناس برا، يقول لك هذه الناس جاو ياكلوا جاو يدوا جاو هذا شغل عيب عليهم، اللي يقولها عيب واللي يديرها عيب. اللي يديرها عيب. دير سي الحلو سي زيتوني نروحوا للبوليس ستوري اثنين بعد هذا الفصل. إذا عودة إليكم مشاهدينا الكرام إلى بوليس ستوري اثنين. ما حبتش تحبس بوليس ستوري بين سي الحلو سي زيتوني حتى لا حبيت برك نكمل. كان يقول من قبيل على انه نخدموا منطقه على خمس سنين ما نحلوش المشكل الا ما بدلناش قوانين تاع الحوكمه المحليه. ما نقدرش
نسقم لك شوفاج في المسيد وندير لك كذا، بصح انا نقول لك خويا سكنتني قادر تسكنني؟ ماكش قادر. قادر تدبر لي خدمه؟ ماكش قادر. قادر دير لي ان زون اندستريال؟ ماكش قادر. اذا علاش نفوتي عليه؟ لا لا ديزيون بوبولار في لاكت بوليتيك يجي اترافير دي بروجي بوليتيك. على هذا رئيس الجمهوريه قال انه راح تكون هناك مراجعه لصلاحيه رئيس البلديه. هذا هو اللي نتكلم فيه مع سي الحلو. كاين بعض الصلاحيات الخفيفه راه يقوم بها المنتخب دوكا، لازم يقوم بها لانه للاسف بعض الاحيان هذه الصلاحيات ماهوش يقوم بها. نعم هذا واش لكن هذا واش تحب نكمل عليه. اذا معليش، الموضوع الثاني ديالنا اليوم هو زياره رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبوني الى تونس. تونس والذي استقبله امس وتم استقباله امس ببروتوكول خارج على البروتوكولات الرسميه للجمهوريه التونسيه. امبارح داروا بروتوكول خاص للرئيس تبون في استقباله في تونس. كيفاش تشوفوا الزياره هذه مثلا؟ نظن باللي هذه هي الجزائر الحقيقيه. الجزائر تاعنا جزائر السلم الامان حسن الجوار، جزائر مساعده شعوب مسانده شعوب. هذه هي الجزائر، هذه مبادئنا. احنا مش مبادئنا تاع نظام المخزن اللي غدوه من غدوه باش يعني دخلنا في متاهات باش قال الجزائر شوفوا كذا. نو، هذه هي الجزائر الحقيقيه، وهذا مثال على حسن الجوار. هذا أكيد. مثال على سياسه الجزائر الحقيقيه. سندنا خاوتنا في حركه التحرر في التاريخ، سندنا في القضيه الفلسطينيه اللي هي قضيه مركزيه بالنسبه للشعب الجزائري، ودينا على جالها المخبط على جال مواقفنا وما زلنا ندوا فيها. قضيه فلسطينيه، قضيه تقرير مصير مسجله في الامم المتحده اوتون كوتال. وبالتالي خاوتنا التوانسه دخلوا في ازمه، لقاو الجزائريين بنكران الذات، ما كان عندنا حتى مطامع. اليوم خاوتنا التوانسه كذلك حبينا نبرز لانه جار حسن، لان الرسول عليه الصلاه والسلام يتكلم على جار السوء والجار الحسن. الجار الحسن هو متمثله في الجمهوريه التونسيه، وعندما يكون عندك جار حسن شفت يعني العلاقه الاخويه والوديه اللي موجوده بين الشعبين وبين الدولتين وبين الحكومتين. اذا الجزائر كان عندها دور محوري في افريقيا في حركه التحرر، اليوم عندها كذلك دور في استقرار وجلب السلام في كل الدول المجاوره لنا، يعني سواء في دول الساحل او في ليبيا او في تونس. الحمد لله اليوم الجزائر اعطت مثال للعالم كله بانها جار حسن، بانها تعرف قيمه كيفاش يقولوا الجيره، حق الجيره، وتفهمها وتعيها جيدا. بالنسبه لزياره الرئيس تبون، هو ما نقدرش نقولوا هي متاخره بحكم ان مرينا بعامين من الكوفيد الان، فكان لازم تكون هذه زياره الدوله، زياره مهمه جدا من الناحيه الجيوسياسيه، من الناحيه الامنيه، من الناحيه الاقتصاديه. فكانت هذه زياره مهمه. ممكن البعض يختلف، ممكن يوقع فيه نقاش في مساله التوقيت بحكم انه كاين ازمه. مشكل مع التوقيت دوك نقول لكم علاش. لانه في تونس عندنا ازمه، كاين ازمه سياسيه. زياره الرئيس تبون كانت يوم بعد خطاب القاه الرئيس قيس سعيد، واللي اول مره في تاريخ الرئاسه التونسيه انه الرئيس يستعدي كل الهيئات، سواء الهيئات المنتخبه البرلمان او الهيئات المهنيه الاتحاد التونسي للشغل، اللي هو اي رئيس مفروض يعني تاريخيا يعني من بورقيبه ورواح كانوا يخطبون ود هذا الاتحاد الشغل. شفنا الخطاب تاعه كان قوي، وكان بعد مطالب دوليه صريحه من الاتحاد الاوروبي، من امريكا، من مختلف الدول العالم، كانت تتكلم على ضروره استرجاع السيروره الشرعيه تاع المنتخبين. وهو اعطى عام كامل الان في ديسمبر 2022 راح يكون فيه انتخابات، وبالتالي فيه استمرار لتعطيل او تجميد عمل الدستور في عفوا البرلمان في تونس. زياره مثل هذه في وضع خلاف سياسي داخلي قد تفهم، قد تفهم. طبعا هي كانت مبرمجه من الاول زياره رئيس تبون لتونس، كانت أصلاً فقلت لك انا في مساله التوقيت، لانه الناس اللي يشوفوا من بعيد ما يعرفوش الخلفيات واش راهو يقول لك تسمى هذا راهو يساند فيه. اوكي، هذه قرارات داخليه، قرارات نقاشات دول. الجزائر كانت تكلم عليها رئيس تبون انه على مسافه واحده من جميع الاطراف، وكرئيس يتلقى مع نظيره، اذا رئيس البرلمان يتلقى مع نظيره رئيس البرلمان. الان كانت تكلم لي الهام في كلامها في البي بي سي، كانوا دائما يتكلمون يحاولوا يربطوا زياره الرئيس الى تونس مع الكلام في المغرب، وكما عندها حتى معنى. الان اعتقد ان شاء الله ربي يرفع هذا الوباء، الرئيس اعتقد يحتاج الى نوعين من الزياره عندنا احنا. الزياره الاولى تكون ذات طابع تنموي، تكون في الولايات، وهذه نحتاجوها.
والزيارة الثانية يكون فيه زيارة ذات طابع عسكري بحكم أنه هو وزير الدفاع، فيروح للجبهة، يروح لأولادنا اللي راهم مرابطين في الحدود ومختلف المناطق، يعطيهم دعم نفسي، يعطيهم أعتقد. ثم إن شاء الله مع زيارة خارجية أكيد زيارة. هو ديجا أصلا النهار كان يدير في اللقاءات الصحفية ديالو قال انه تونس اول زياره اللي حنقوم بها حنقوم بها لتونس، يعني لتونس. نبداو نمشيو من كلمه اول، يعني هو اعتقد هو اللي راه معطل كل هذا هو الحاله الوبائيه اللي راهي معطله هذا السي طيب. العلاقه الدوليه الحاليه صارت تنفي هذا الكلام تاع المبادئ وعدم التدخل في الشؤون الداخليه للدول. هذه قله من الدول اللي كما الجزائر ما زالت محافظه على هذه المبادئ اللي هي في الحق مبادئ دبلوماسيه. الناس الان بالنسبه لهم الان تكلموا وش اللي جاب الامارات انها تخلط في تونس الان، وش اللي جاب مصر انها تخلط في تونس نار. الان بارك الله فيك. خلهم طرونكيل، التوانسه قادرين يخرجوا من ازمتهم. التوانسه طاحوا في مطبات كما طحنا احنا في مطبات، لكن عندما تكون ما كاش فيه تدخلات اجنبيه ماشي نتكلموا على المبادئ والقيم فقط، نتكلموا على هذه الامور. خليهم طرونكيل، تونس قادرين نبنيو معها علاقه رابح، قادره دوله جاره يعني في القطاع الاقتصادي، ونعرف لابور تاع لي تونيزيان، لان التوانسه كذلك سبقونا في مجالات عديده في الجانب الاقتصادي، سبقونا في الجانب الترويج لمنتوجاتهم، حنا قادرين في الخدمات الطبيه. اذا قادرين يكون عندنا، حنا عندنا اموالنا والحمد لله دوله قويه بالبي بي تاعها، هما كذلك عندهم دوله، لان الازمه تلد الهمه والازمات تاع تونس خلاتهم يكونوا في الطليعه في الكثير من الملفات. اذا تبادل الخبرات والتجارب يقدر يمكن الشعبين من تخطي كل العقبات سواء الوبائية سواء الاقتصادية. نعم، إذا أنت غلطت في هذا هشام. نعم، قضية التوقيت غلط، ما تشوفش بلي التوقيت مناسب انه رئيس تبون مع رئيس قيس سعيد وتكاليفوا بين زوج في العلوم السياسية. ما كانش عندك خاطر وصح. لا فرات صدفة، يقدر تكون صدفة، تقدر تكون يقدر يكونوا الماتش تاع الجزائر وقطر شافوه مع بعض. شافوا يقدروا ممكن جدا. لا لا، دو ماتش لعبوا كيف كيف. في النهار هذا تونس مصر يعني. إذا لا هو الجميل من هاد زوج رؤساء الجميل لو كان يمشوا لقطر الدوحة تكون شيء جميل. يشوفوا الفينال. يشوفوا النهائي ديال كأس العالم. أكيد إن شاء الله، وهذا ما ننتظروا. إذا بدون ما نروحوا الفاصل دخلنا للقسم أو دخلنا ل الموضوع الفقرة الرياضة اللي هي شابك سناها بشغف يعني حمد الله وحتى سيل حلو ما شاف زيتوني ولا عنده يحب الرياضة رمال وبنشوفه في تيرا. إذن أمس مباراة الجزائر قطر مقابلة، أنا خليوني فقط أقول لكم أنا الشعب تاع قطر هذا عجبني بزاف، مو سالم كل نشوفهم خاسرين يضحكوا خرجوا هارد لك للفريق القطري. الإشكال الكبير اللي كان الحاكم، قضية الحاكم هذا ما فهمناش 19 دقيقة سي لحلو وانت كنت حاكم سابق 19 دقيقة إضافية، هل هي سابقة في تاريخ كرة القدم الجزائرية؟ هي سابقة على كل حال، ونظن سيتي ريكور على كل حال، ما كاش إلا في حالات خاصة اللي كانت ما نظنش لحقت 20 دقيقة. لا عمرها نظن هذه هي أول مرة وين مقابلة خاصة دولية اللي لحقت 18 دقيقة تقريبا لقاء دولي بين بلجيكا وتونس وكان فيه تأخر 20 دقيقة، توقف اللقاء 20 دقيقة أعتقد في 98 والحكم أعطى 7 دقائق بدل ضائع 7 دقائق. لا يعني إذا زين عمر فقرة رياضة راهي معك. لا عيب واش صرى البارح، لأن اليوم هذا ما يشرفش قطر، احنا شفنا ونقولوها يعني بكل روح رياضية شفنا، ولكن مش قطر اللي راهو لا، ولكن سمح لي هو البلد يعني المنظم ونعرفوا تأثيرات لا بلال دوكا ما نكذبوش على روحتينا، نعرفوا أن البلد المنظم يعني يأثر على الحكام ويأثر لا باش نكونوا منصفين، حتى الحاكم حتى قطر تأثرت بهذه الزيادة الوقت الاضافي هذا وين الجزائر. احنا نقولوا بلا انقلب السحر على الساحر، لان كانوا يسناو قطر تربح الجزائر هي ربحت. لا بلا قولوا لازم نسميو الاشياء بمسمياتها، لو لعبت مع بلد مغاير ما كانش التوقيت يوصل. لا هذا الحكم يعني سا ايه
روح بلا روح معليه حكم اللي زاد 9 دقائق ولا زاد 19 لحقت تقريبا 20 دقيقه ما يصفرش ضربه جزاء اذا كان قلت لكم علاش هذا هو الغريب لا قلت لكم علاش صفر الغريب ضربه الجزاء راهي كانت شجاعه كبيره باش صفرها وعلاش بصح تراجع لان تراجع في حساباته نقول لكم علاش تراجع تراجع مور ما مد الهدف القاطع اللي كان خطا الهدف هذاك ما كانش هدف صحيح هو في الحقيقه لما رجع كان خطا على بالعمري يا بلال احتجوا عليه في وسط الميدان لان الصوره كانت تبان صح باللي كان بالعمري طبعوا شوف بلال احنا اشقاؤنا في قطر احنا نعطيهم نصيحه يعني هما راحين ينظموا كاس عالم احنا نتمناو ان شاء الله يعني هذه الاشياء ما تحدثش لان احنا تعودنا عليها في افريقيا انا والله ما راني ندافع على قطر ولا لا كاس عرب ولا ندافع لان هذه الاشياء معروفه يا لا من بعد في كرة القدم نعيشوها ياسين من بعد الشيء الجميل ان الحاكم كانت عنده شجاعة بارك الله ضربة الجزاء يعني الضغط اللي كان عنده كان يمارس لو كان كاين ضغط من إذا كان في حاجة كان ما يصفرش شوف بلال لو كان ما يصفرش ضربة الجزاء لو لم تكون لافار لو تكون لافار وإحنا نعرفه في الإخراج العالمي لما لافار يعطيك الإعادة 3 مرات لما تعاد لقطة 3 مرات هذا الشيء يدل أن هناك خطأ والحاكم شاف 3 مرات اللقطة وهو يعني احتسب الهدف لا كي الإخراج شوف وزيد لك بلال 9 دقائق مبالغ فيها أو قال لك حتى ولو يعني يكونوا تغييرات يكونوا لاعبين مصابين شوف دائما وين الوقت بدل ضائع ما يتجاوز 6 دقائق وانت يعني بس زيد 9 دقائق وشفنا الهدف كيف جاء يعني هو كان يشوف كيما احنا نقولوا بالفرنسية كان طون فور تاع القطريين كان حاب يستثمر فيه باش القطريين يعاودوا يولوا ولكن الجزائر القدرة الإلهية خلات أن فريق تاعنا شوف هو 9 مينوت كان هو في الماكسيموم 9 مينوت حضرنا لها 10 دقائق حضرنا بصح اكثر من 10 دقائق 19 دقيقة ما حضرناش يا دي انا شو نقول لك باش نقول مراوغات فقط في كاس العالم ما راحش يكون نفس التنظيم تاع الحكام يعني تنظيم يكون تنظيم واحد اخر ومسؤولين واحد اخرين اللي سي الحلو مراوغات تاع بالليلي واش رايك خرم تاع السياسيين في تخلع يا هادي مقرض زاهي شويه هاد زاهي فنان رائع ما تقنطش لا بلادي هادي فرحه شوف هاد الاشياء هادي نرد على بعض الناس يقول لك هادو اصحاب كره القدم يدوا دراهم وكذا شوف الفرحه اللي وصلت هذا بالليلي اللي هو صنع جزائري لا ولكن كي يديها بالليلي يستاهلها يعني سي حتى اللاعبين بالدبكه حتى بالدبكه والدفاع ديالو هو حبينا فعلا اللاعبين ناصر حسين داي وعندكم 4 وبالعمري هو اللي سجل لا شوف ناصر حسين داي كان عندكم يعني كثير من اريث ريماج هاد شكون يفسر لي هاد طريقه الاحتفاليه هذه شوف بلال انا نعطيك برك ديال هكذا يا شوف بلال محرز بلال زيد لي 20 مينوت انا راني غنفت رياض بلال رياض محرز عباك كيف يعيط بالليل عيط له لو فو لا يعيط له المهبول وبالليل يقول لك انا يعني يديرها لما يسجل يقول لك انا مجنون ولذلك هاد الاشياء شوف هاد الاشياء داخل لي فيستير زين داخل لي فيستير باش تكمل تهضر على بالليل داخل لي فيستير بلال يسخسي فيهم ويقول لهم شحال درت تيبون لا شوف شوف اليوم لا شيء غريب انت فيهم كامل مراد شي غريب حنا اللي زي كيب كاين يلعبوا كرة القدم نيمار ولا شو سامحني اللي جوال كيجيو ليه ينجح في واحد شوف في نفس السياق والله اليوم يعني بكل فخر واعتزاز يعني اون توت سامبليسيتي نقدروا نقارنوه بين نيمار ومبابي وسامحني حتى الفيفا اشادت بمبابي ونيمار اليوم يعني الفنيه تاعو حتى الفيفا اليوم أشادت الفيفا الموقع الرسمي كتب أن بالليلي جوهرة بفنيات برازيلية يعني اليوم أشاد بهذا اللاعب وقل لك اليوم ستانغاشي شوف بلال اليوم ستانغاشي لو كان بالليلي قعد في قطر وما يمشيش إلى أوروبا نعم لازم يزربوا به فقط غدا مقابلة حاسمة الجزائر تونس كنا نهضروا على الاخويه ونحن شويه تزيري اوكي كي نقص فسبور لازم نربح لا تعرفي ما كاش اخويه حتى الرئيسين ظن 90 دقيقه يقول له نحن نربحك شوف في كره القدم تلقاهم الناس كاع اصدقاء غير في هذيك 90 دقيقه يبحروا كاع الصداقه يلحقوا للعداوه كاع كيفاش تشوف المنتخب التونسي سي الحلو والله غير فريق لاباس به ما دام الحق للنهائي وكذا ولكن نشوف
مع الجزائر نقول سما نقولوا عندنا نافونتاج للجزائر، ولكن مورد للاسف تونس يعني بكل روح رياضي عندهم خبث رياضي يعني ما يلعبوش، وفي في النهايه هما اللي يفوزوا. بصح سي لا لوا دي سبور، شوف لعبنا معاهم كاس افريقيا اذا تذكر في كاس افريقيا وين الجزائر لعبنا معاهم يعني ونا دوميني كاع المقابله في الدقيقه 87 المساكني سجل لك هدف، يعني باش تشوف عندهم يعني واحد الطريق طبيعه الكره طبيعة لا ماشي الديربي لا 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 توانسه توانسه عندهم يعني هالطبيعه وين ما يلعبوش داروها لهم في 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 فيديو او في اليوتيوب، ولا كاين واحد الفيديو يقول لك تشتغل كثير تتعب كثير تترفد وتزاير تشتغل نص نص، ولكن شوف بلال ولكن تتقازى شوف ولكن هذه المره انا بلال ما تلعبش ما تلعبش خالص وما ولكن شوف بلال ما تشتغلش ما تشتغلش خالص ما تغلطش، ولكن شوف بلال انا متفائل شوف بلال كاين اشياء حبيت برك نكمل بهذا الشيء يعني بتفاؤل، وعلاش راني متفائل؟ لان كاين مؤشرات وكاين اشياء توحي ان الجزائر ستفوز. شوف يا دي سيميليتود بين هذا الفريق والفريق الاول اللي فاز في مصر، شوف في الربع النهائي في مصر ربحنا بضربات الجزاء، وفي مصر في النصف النهائي ضد نيجيريا محرزية كما نقولوا دارها في الجول في الدقيقه الاخيره، اليوم بالليل دارها في الجول وربحنا ضد المغرب بضربات الجزاء. ان شاء الله نزيدوا نكملوا بتون الفريق تاعنا اخوي لما تشد مبولحي ولا ترجع ترجع للبلعمري ولا ترجع البراهيمي ولا ترجع للبلعمري صح شكون مارك بونجاح هادو فريق بالعمري 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 هو اللي يبارك فقط من عياده سؤال الكل في السوشيال ميديا ولا يسقسيو مبولحي ماذا واش اللي راهو صاري فيه؟ لا هو هو سي لو كالم يعني سي لا فورس ترونكيل كما نقولوا بالفرنسيه، يعني انسان طري كالم طري سورار وعنده هذيك يعني نقدر نقول لك القوه، ولكن داخل غرف تغيير الملابس يتكلم كثير مع الزملاء لان عنده تجربه كبيره ولعب مونديالين، يعني هذا الحارس انا نظن يعني لازم نرفعوا له القبعه ونتمنى ان شاء الله يعني نعطوا له وسام لان حارس بارع. وشوف حارس اللي فقد امه ولعب كاس افريقيا باش تشوف يعني لونغاجمون مع هذا البلد. رئيس مبولحي نظن سي المثال والقدوه كجمال بالماضي، لما تشوف هاد الناس يعني تعاود تولي لك يعني الروح، تعاود تولي لك يعني يولي لك الامل. وان شاء الله نخلق السياسيه، حنا نتمناو في السياسه ايضا يكونوا ناس ما امثال هاد التوقعات. هشام جزائر تونس 1-0 لينا ان شاء الله. الهام 2-1 نفسي فوز الجزائر. انا نقول فوز الجزائر. انا نقول لك 2-1 فوز الجزائر بطبيعه الحال. يا شدرة شحال الرياضيين اللي جح النتائج لكن الحلو فوز الجزائر 2-0 2-0 2-0 اذا انا ما نقولش توقعات ديالي. قولها باش غدوه تقول انا اتوقع الفوز ب 1-0. ولكن شوف بلا حبيت برك في نقطة يعني لأن سي مراد لحلو معنا لازم أيضا لو ميريت لو روفيان هو اللي على ما أظن يعني لا بيرمي الشبان اللي مشاو اللي هما توغاي بوتمان كان في وقت باش مشاو إلى الاحتراف يعني نصر حسين داي تقعد مدرسة كبيرة وحنا نتمناو تعود لافوكاسيون تاعها اللي هو لافوكاسيون يعني في الملاحة هي اللي كونتهم من هذا المنبر يعني كلمة يعني لصالح نصر حسين داي باش تقعد مدرسة كبيرة. نصر حسين داي هذا تقريبا اللاعبين تاعو زيد معاهم خاسف يعني بالعمري بالدبكة اللي أدى دورة كبيرة خاسف. يعني هادو كاع لاعبين تاع نصر حسين داي والنصر حسين داي أصلا يعيش أزمة مالية وأوضاع كبيرة. هذا هو المشكلة تاع تاع الملاحة، الملاحة مدرسة تكون ولكن عمرها ولا طلعت عمرها ولا دات كيما لازمو كيما الحراش هو الشعب الشعب القبه والحراش. شوف هذا الشعب الشعب يغضب منا دائما لما نقولوا احنا نصر حسين داي مدرسه ولكن للاسف احنا مدرسه لان نعتمد خاصه على الشبان وتشوف لما تشوف بالعيد في اتحاد العاصمه يعني تقريب هو خزان تاع اللاعبين وهي غير تقريب ماشي غير هي ولكن دائما نصر حسين داي عندها شبان اللي يكونوا دائما في الفريق الاول نعم ودائما هما اللي يروحوا للخارج ودائما اللي يروحوا للفرق الموجوده اللي عندها دراهم بزاف. اذا نتمنوا الملاحه ان شاء الله تعاود تحيا هي جميله دائما عندنا هي مثل المدرسه الجزائريه والجامعه الجزائريه تكون النخبه اللي فيها يروحوا للخارج وبعد ترجع النخبه اللي تقعد هنا وقت وترجع النصريه دائما هي لان اولادها دائما متواجدين
رغم ان درك اصبحت كره القدم شويه صعيبه لانها تستعمل اموال كثيره واللي ما عنده شركه وطنيه تقريب شغل تقريب صعيب. ولا رندي من بعد الحصه هذه الفكره تاع الشركه الوطنيه اسمح لنا انا راي فيها الا كان رحنا الاحتراف علاش ما نتكلم على شركه وطنيه ولا شركه خاصه واش عليه نجاوبوا بسرعه لماذا لماذا موجودين فرق سبع فرق ولا هذا خطا لا لا لازم تصلح الخطا علينا كاع لازم نغطوا علينا كاع ما تغطوش غير عليهم اذا ما دابينش البروفيسيوناليزم اسمح لي يعتمد على اننا سيدي سوسيتي ايكونوميك كيما كاين سوسيتي ايكونوميك كيما كاين بارتي دو مون يعني با ديكونومي سبورتيف في الجزائر يعني بالدرجه كيما نبنيو طبقه سياسيه لا يعني نبنيو طبقه رياضيه لازم شوف طونك لاسيستانا موجوده سواء في السياسه سواء في الامور الاجتماعيه سواء في الرياضه ما نقدروش نبنيو تقريبا نفس المشاكل السياسيه والرياضيه موجوده براتيكمون سي باري لازمنا نروحوا من هذه تاع نجيب شركه وطنيه باش يخلص لي جوار بلا ما يمد ولا الجوار هذا حاهم لك اسمح لي يا اخي معليش نديروا شويه بوبليسيتي لبعض لا دير تخلص على نصر حسين اللي تكلمنا عليه تكلمنا على اللازمو نتكلم على البارادو او بارادو ولا دوكا مؤسسه اقتصاديه راهي تبيع في دي جوار كبار ودخلت اموال كثيره ماذا بينا نمشيو لهذا هذه المقاربه الرياضيه اننا ما نقعدش نجيب في سوناطراك تدخلي في اموال والناس ما على باش كيفاش تستعمل هذه الاموال بصح دوك كي وصلت الملاحه ولا وصلت الاسمون نقول لهم حبسوا لا 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 حبس على قلنا حبس على كبار نتوبوا على الفرق هذوما حبس هكل على الناس وخلي الفرق تبني روحها بروحها تقدر نعاود ندعموهم وبعد نخليوهم سامحني بلال سي مراد واش رايك في بارادو كنموذج في السياق اللي تكلم عليه سي طيب هو احسن نموذج في كل ما الذي يمنع النصريه انها تدير كيما بارادو لا احنا نفس الشيء الموجود واش عليه دوك نجاوبك بسرعه ولازم نوضحها لك احنا والبارادو حاجه كيف الشيء اللي فاد البارادو باش الحق لهذيك الدرجه لانهم ما كانوا متواجدين في الاتحاديه وحنا ماشي متواجدين في الاتحاديه لا ولكن قبل واش عليه سامحنا لا قبل الحلول لا لا سامحنا استثمروا قبل ما يتواجدوا في الاتحاديه واش عليه عندنا لا احنا كذلك مستثمر خير الدين زطشي قبل كان عطال وبن سبعيني وبودا قبل ما يخرج رئيس فيدراليه لا ارجع لورا شويه اللاعبين احنا اللي موجودين في نصر حسين دائما قبل هذا رانا نقولوا باللي الاسعار احنا اللي نبيعوا بها لعاب اللي ما يكونش اتيتري في الفريق الوطني لا سي مراد الحلو نقولوا الحقيقه كاين مسؤولين كما قال لك سي طيب زيتوني اللي يستثمروا في الشباب في المنشات وكاين مسؤولين اخرين للاسف في كره القدم اللي ولات في الشكاره ويشريوا اللاعبين ويطلعوا لي صالير شوف لو كان هناك جيستيون يعني بريفيزيونيل وين الناس يمشوا على حساب الامكانيات اليوم لو انتم شو هاد الملايير كاع اللي مشات انت شحال من فريق مشيت مديه بليده الناس شو شحال ملايير كانت في الفرق والناس ما عرفتش تستثمر الناس كانت تمد لي سالير انت تمد تقول لي بالله اللي نعطي له 600 700 مليون نقول لك نعم لان هذا اللاعب اكد الاحقيه تاعو لاعبين اخرين انت اللي ما يمدوا والو وفي البطوله الوطنيه ما نشوف يعني اوكان سبيكتاكل ويدي 200 300 مليون هذا للاسف يعني سيت اون بوليتيك فوس بصح من نعاود نرجع لك للنصر حسين داي احنا عندنا تقريبا 50 لاعب جاز على الفريق الوطني يعني لما نقارون نحبس ساعه ساعه يحقروني انتم كان عندكم مسؤولين في نصر حسين داي ما عرفوش يسيروا الفريق ودخلوا الفريق في ازمه ودخلوا في السياسه بالمال الفاسد ومعروفين شوف سي مراد الحلو سموا الاشياء بمسمياتها اليوم نصر حسين داي جاوا ناس عندهم يعني غيره على هذا الفريق سامحني وجابوا مثلا محمد ميخازني معروف في التكوين اليوم احنا نتمنوا انطلاقه في يعني ميخازني ما شاء الله ورمان ما شاء الله وقريشي ما شاء الله جازولو كاع النصريه بصح انا الكلام اللي قلت لك اللي هو المقارنه ديالي نقول لك باللي احنا فريق يكون وفريق كبير في التكوين لماذا لان الجزائر استفادت من نصر حسين داي تقريبا 50 لاعب لعب في الفريق الوطني ما يلحقنا حتى فريق في الجزائر من البارادور واح لما نشدوا سجيل هذا هو الحقيقه كرة الأقدم على بالك تبدا ولكن للأسف تبدا في أوت وتخلص في جوان نعم. وتعاود تولي من جديد فقط نروحوا إلى فقرة أخرى لأنه دورنا غير ملاحة بارادو وزين عمر ويديفوندي على واش عمليه حاجة مليحة أو يدافع على خلانا أعطانا فرصة باش ندافع على لا ما ندافعش أنا نقول الحقيقة لا هذا مثال ناجح مثال ناجح لا لا ما احنا ما نكرناش ولا كرهنا شوف احنا ثاني ما نكرناش احنا ما نكرناش النجاح تاع البارادو واليوم قلت لك انا شوف بلال انا نعطيك في عجاله كيما انت تعرف خبايا السياسه انا نعرف خبايا الرياضه معليش لا بارادو ناجح
ونموذج هو اللي لازم ياخذوا عليه. نقول يعني هو طويل الموضوع باش نشرح لك. نقول لك كاين ظروف في ظروف وين في حومه معينه وعندك انصار ونحضروا على حتى حتى ما يجتمعوش كيف كيف حتى الفتره الزمنيه اللي زاد فيها البارادو كذلك فيها كيما فتره الاردي. مشاهدينا الكرام نروحوا الى بالخف يعني عنده دي بونجور. اذا مشاهدينا الكرام نروحوا الى فقره او الفقره التاليه يا الجينيال واللي راح يكون معنا الضيف الثالث بعد هذا الفصل. اذا نعود اليكم مشاهدينا الكرام. استقبلوا الان المترشح نقدروا نقولوا المترشح واللي راهو يجري باش يترشح للرئاسه الفرنسيه إيريك زمور. لماذا إيريك زمور؟ لانه باني البرنامج ديالو على مهاجمه اولا الجزائريين العرب والمسلمين. لماذا إيريك زمور؟ Bonjour, bonjour Bilal, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Ça fait vraiment plaisir que je sois ici avec vous. Ça fait vraiment plaisir. Ben voilà. Donc je suis là pour bon, ماشي غير على les élections, mais je suis là juste au cas. واش المشكل اللي عندك مع الجزائريين لا مع العرب ولا مع المسلمين؟ Non, je n'ai aucun problème. Comment les Algériens? Ben voyons. Ben dites donc, il y a un مشكل مع les Algériens. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Non, je n'ai pas, j'ai aucun problème avec les Algériens, ni le peuple algérien, et ni le système algérien, tout ce qui est algérien, je n'ai pas de problème avec lui. Parce que Mohamed. Tu as un problème avec اسم Mohamed? Non, jamais, اسم Mohamed. D'ailleurs, hier, dans les Champs-Élysées, quand je défilais avec les Algériens, quand je défilais avec un ami, اسمه Mohamed déjà. Mais je quitte les Algériens. Je suis à l'Algérie. Les Algériens, mais il faut que je fasse. Allez, si, tu vis à l'Algérie, Gouloué, wesh. الكلام تاع الحمله الانتخابيه هذا دائما هكذا كامل هكذا نعم الكلام تاع الحمله الانتخابيه كراهو في حمله انتخابيه. إيريك زمور شفناك في هاد الايامات هذوما يعني شغلك الشاغل هو تحارب الاسلام في فرنسا، تحارب الجزائريين في فرنسا، تحارب العرب في فرنسا. هل هذا هو يعني البروغرام ديالك les élections françaises? Ben voyons, qu'est-ce qu'il raconte encore lui? T'as une harb, l'islam, harb. Alors, je suis à l'époque de Quraysh ou quoi? Mais non, je suis une harb, tout à fait, je suis une harb, l'islam. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben l'islam, il a sa propre place et c'est une religion comme toutes les autres religions en France quand même. Je suis une harb, l'islam. On est juste. Monsieur, on est en Algérie, il est en France. Oui, bien sûr. En France, là. Ah oui, en France. Oh là, je... Donc, l'islam, il a sa propre place en France. Donc, voilà. Et moi, je n'ai pas l'islam. Au contraire, je suis juste en train de faire un running deer dans le hamel intikhabia ta'i. C'est tout. C'est le hamel intikhabia ta'i pour moi. Et même Macron n'est pas avec vous. Kamel. Macron, c'est son problème. Macron, de toute façon, je ne sais pas le Macron, le tarikh. De toute façon, je suis contre Macron. Et tout à fait contre Macron. Macron, je ne sais pas. Il dit à vous, il dit que j'ai Anissa ta'i ou je ne sais pas. J'ai dit Madame Brigitte. Non, mais je ne sais pas. Qu'est-ce que tu crois? Alors, je vais vous dire que زيتوني كش ما تقول إيريك زمور؟ أنا بالنسبة لي إيريك زمور لا حدث، يعني اسم ضجة إعلامية. ضجة إعلامية شفنا واحد الأيامات بعض الشخصيات السياسية اللي حبوا يديروا اسم على المسلمين على العرب دخل في هذا السياق. سياق سيد اللي انكونيو باتايون إنسان نكرة حب يدير اسم في الساحة السياسية الفرنسية باش يدخل بها الانتخابات. الساحة الإعلامية خاصة. خاصة المساحة الإعلامية. وراح حتى يعني حتى الناخب الفرنسي بالرغم من اننا احنا نقولوا سي فري بون اللوبيات الفرنسيه حاليا اللي كنتكلموا على عن طريق الموقف هذا اللي يتقاسموه الكثير من السياسيين والكثير من الدوائر خاصه اللي تسيرها لوبيات معروفه في فرنسا لان فرنسا عندها ان دوبل ديسكور لو ديسكور اوفيسيال باش يجيبوا به مصالحهم مع الجزائر وعندهم لو ديسكور تاع اللوبيات اللي يتحكموا حقيقه في الاقتصاد اللي ما يحبوش الجزائريين ما يحبوش المسلمين ما يحبوش العرب يكرهوا كاع الناس. زمور حب يلقى روحه في بلاصه في هذو يقول لك باللي لو بان لقات بلاصه بوكوا با موا روح ليكستريم دروات بوتيتر كي وراه يدي الضرب كل يوم وراه يدي الضرب حتى في الانتخابات راح الناخب لان احنا اولا الجزائريين سي فري الجزائريين راك شفتهم كي تربح الجزائر راكم شفتهم البارح في شونزيليزيه راكم شفتهم بارتو يحبوا بلادهم بالرغم من عندهم الجنسيه المزدوجه راح نعطي له طريحه تاع الكلاب راح يتهلاو فيه لانه راح يبينوا له باللي سيني بتيت مسيو زيتوني مي نو سي با كوم سا ايكوتي مسيو زيتوني باردون تو دابور انت كي قلت لي شوي با انا شوي زان انكوني ولا انا
حاجه الاولى انا شوي كونو ولا بروف خرجت نديفيلي مع لي الجزائريين البارح في في باغباس باسكو انت غينيور تاع الصحه وزالوا وقت لي جينيغري كيفاش كامل يفوتوا عليا كيفاش فوزات ان غينيور او سونس بروب دو تيرم مسيو زيمور سي 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 الحلو فوزات ان غينيور او سونس بروب دو تيرم سي الحلو اه وي وي ان فات ايريك زمور بافايون اي في دي بلاك ليك يبني البرنامج ديالو سي الحلو على محاربة الإسلام والجزائريين في فرنسا. هو ما عندوش يعني الحقيقة تاع الموضوع هو ما عندوش حاجة يقدمها للشعب الفرنسي يروح ليك سلام دروات على أساس هما شغلهم الشاغل الجزائري اللي في فرنسا خاصة الإسلام الإسلام ولا لو فولار لو فام فولار ولا حاجة ولكن لما تشوف زمور هذا في لي سونداج من اللي بدا اليوم هو يهبط يديغرينغول وفي ريميزيو وراه يدي كل يوم المخبط يعني اليوم كل يوم راه شغل في الشوارع الفرنسية ومازال انكور من المو دافري سا فا سباسي انكور بير بور لوي على لي شوسير كنت مو بيان مسيو بولحيا هذو اللي يعطوني المخبط انا هذو صحابي برك يقصروا معايا ماناش ماناش ايش واش عندك بالنسبه لإيريك زمور اعتقد هو صناعه اعلاميه لتشتيت الوعاء الانتخابي اللي راهو يصعد الان لليمين المتطرف لانه هناك دوائر قويه في فرنسا تخشى انه ماري لوبان تطلع في الانتخابات وبالتالي معروفه السياسه انه يخلقوا لها ظاهره اعلاميه باش يشدوا لها شويه هذاك الوعاء لكن يبدو انه ماكرون رايح بالرغم من ان هذه الفكره اسمح لي سي زين هذه الفكره قادره تخدم هذه قضيه ظاهره إيريك زمور النكره قادره تخدم ماري لوبان لان ماري لوبان لها بروغرام من بكري عندها برنامجها المتطرف كذا في كل دول المتطرفه اللي عندها اليمين المتطرف لكن إيريك زمور مش قادر يقابل ما عندوش برنامج ما عندوش فكره ما عندوش طيب زيتوني في دقيقه برك بلا في دقيقه لا تكلم على شيء مهم بزاف عطيني ثواني نعطيك ثواني في يعني واش تكلم سي طيب زيتوني مهم ان الجزائريين عندهم كلمه يعني في الانتخابات الا الجاحد اللي ينكر ان زياره لودريون الى الجزائر يعني باش تشوف ان الجزائر عندها مكانتها الاساسيه في الدبلوماسيه الخارجيه ان الرئيس تبون والسيد العمامره عملوا عمل كبير في هذا الشان اليوم الا الجاحد اللي ينكر ان فرنسا ركعت انا نقولها لك يعني ببساطه لان والجزائريين نقول لك تفضل خرج سيريك غير مرغوب لانه انت غير مرغوب هنا معنا بالبلاطو مش عارف غير مرغوب في البلاطو دوك هو يحب الضرب لازم نخرجوا برك برك يضربوك برك الجمهور اش تيجي فون افي با دووا دايور ديجا عندي ان بلون تفضل عندي ان بلون عندي ان بلون ديجا راح نبيع الزلابيه ولا لا لا الكارنتيكا في باربس والناس نورمال نبيع اه الببليك يخرج فيه والله ما طلعت التلفزيون ديغنيغ ما جيت الكونسيلا اذا المشاهدين الكرام نروحوا الى الفقره فقره القرعه دي بعد او قبلها ترند ستوري قبل هذا الفاصل إذا العودة إليكم مشاهدينا الكرام مع فقرة ترند ستوري النقاش ماهوش يحبس كان نكملوا هكذا نديو خمس سوايع كاع والله ما نكملوش إذا إلى واش عندنا اليوم عندنا أهم الأحداث اللي تفاعل معها الجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي طبعا أهم حدث هو رياضي عندنا صورة لبالليلي هو رسام جزائري بختي عايش هذا الرسام في قطر خدم بورتري لبالليلي وحطوا في الصفحه تاع الفيسبوك وطبعا حتى بالليلي شفنا انه في الصفحه ديالو حط هذا البورتري كان مقرون باغنيه للكابتن ماجد لانه شفنا بعد تسديده تسديده الهدف تاع بالليلي شبهه كامل بكابتن وكان حتى الفنان السعودي اللي غنى عليه وشفناه البارح فنان سعودي قاعد برا ما حبش يكمل الماتش لانه كان ينتظر الفوز يعني. الفوز اكيد طبعا عندنا تعليق بعد هذه الرسمه نقدروا نشوفوا التعليق تعاليق كثيرة احنا خدينا اهمها يقول طبعا ربي يحفظك وهذا يقول يا الزين الخطرة الجاية لازم ربي يحفظك ويزيد تألقك ونجاحك والتوفيق امين يا رب العالمين التعليق الذي بعده يتكلم طبعا
التعليق. التعليق هذا راهو المره الجايه لازم تكتب الشبكه. لازم الشبكه يا تكلم على بالليلي ماشي على زمام. لا مش لا على بالليلي. على بالليلي. وطبعا احنا نتمنوا الفوز للفريق الوطني في النهائي، الفريق الوطني المحلي في النهائي ضد المنتخب التونسي. الترند الثاني، الترند الثاني هو المبادرة التي قامت بها السعودية، هي مبادرة الحجر الأسود الافتراضي. طبعا المبادرة هي أحدثت جدل يعني حول المشاعر، هل المشاعر الحسية راح تبقى، هل راح تتعودها؟ كيفاش هذه ترمي الحجر؟ تتكلم على الميتافيرس. ايه وي الميتافيرس. طبعا هي هذه المبادرة من أجل فقط الناس اللي حابة تشوف المناسك أو تتقرب من الحجر الأسود تقدر أنها تقوم بهذا افتراضيا، لكنها لا تلغي المشاعر الحسية في الحج طبعا. كل بعد عندهاش سي زيتوني طبعا الحجر الاسود عنده تاريخ وعنده قصته وعنده إيه مش عارف اكيد على هذه كان مش حابين يديروا طبعا كان فيها جدل كبير نشوفوا تاعي كلمه حيرات لقاش صوره بلال ما تفهمش خير بلال نشوفوا التطور دخل في كل الأشياء يعني حتى في المناسك. طبعا هذا التعليق يقول هناك خطأ في فهم الموضوع، الشعائر الحسية ستبقى حسية وواجبة ولن يحدث أي طارئ أو تغيير فيها، أما الشعائر الافتراضية فلا يمكن تسميتها بالشعائر بل هي تطبيق متاح للجميع للتعريف في المتاحف والسياحة واختصار المسافات. ربما أكيد هذا هو يعني الهدف من هذا. عويدهم يديروا هذه الأشياء في المعارض لما يلحق موسم الحج. لا كي جبتيها لنا مع الاول انا حبيت لانه لما نعود نحجوا ثاني في افتراء في الفيسبوك وهذا ما فهمه يعني الفيسبوكيين طبعا. اخر ترند نختتم به، عندنا فيديو الأنصار الجماهير في ريال بيتيس الإسباني ألقت آلاف الدمى المحشوة بالهدايا أعياد الميلاد وهذا دعم للأطفال المحرومين. هنا نشوفوا أنه الرياضة ليست فقط كرة قدم، فقط التنافس على من سيفوز ولكنها أيضا رسائل ورسائل اجتماعية. هذا هو الاقتصاد الرياضي، هذه هي الثقافة الرياضية. هذو هما الأشياء اللي ماناش قادرين نلحقوا لها لأن حاجة ما راهي تتبع أختها، احنا عايشين في كل حاجة مكذوبة. نعم صح. لا احنا نطلبوا يعني من السياسيين، واليوم كاين معنا سي طيب زيتوني اللي ما يعني يجيب لهم لا لا ماشي على الدوما عادة يعني كون رولونسي هاد لي بروجي تاع لي ستات تاع المنشآت، لأن المنشآت هما يعني لما يكون عندك يعني الهياكل القاعدية تقدر يعني أنت تمشي للامام ويعني تو فا اسبيري افوار ان جور هاد لي سبيكتاكل وهاد لا كولتور كون في الجماهير. لازم نروحوا لتنظيم الجماهير، علاش ما يكونوش تنظيم بالهياكل الناس اللي تنظم الجماهير. شو بلال سامحني اليوم جمهور ما تقدرش تطلب منه يتنظم وانت في المنشات القائمه ما عندكش ادنى يعني ابسط في الملعب ما انتهى ترند ستوري. زينا ما نروحوا الى فقره القرعه دي نشوفوا اليوم عند من جا عند سي زيتوني ولا عند سي عليكم مشاهدينا الكرام. نروحوا نتصلوا بالقرعاجي نشوفوا اليوم واش عنده. مساء الخير قرعاجي. مساء النور. عمرنا ودك برك. اليوم راه رياضي. عندنا سي زيتوني الامين العام تاع الار ان دي وعندنا سي الحلو مسعور في البالون الملاحه السابق. شرفين. عاد من جد. سي زيتوني اليوم سلك لها. هو فرح. يوم جيت لعند سي الحلو. مرحبا بك. والله ماني طالبك يا سيدي. مرحبا بك. غير وانت روحك مراد. ماشي مشكلة. احنا موالفين. موالفين ها. دوك توالف معايا. سي الحلو. نعم. انت العلبة السوداء تاع الكرة الجزائرية. ما فيهاش مفتاح العلبة هذه. يعرفوها قاعد. الله يبارك. ترشحت لرئاسية الفاف والرابطة عدة مرات. ما ربحتش. علاش ما ربحتش؟ مرات مراقبة هما قصاوني. علاش ماكش تربح؟ ماشي مانيش نربح. ماشي مانيش نربح.
الاصل الاصل المره الاخيره ما خلونيش بيبا ندير نكون في الكيبا ومن قبلها مع راوراو ما خلونيش نجوز فيها وفي تاع قرباج ما خلونيش نجي فيها. انت عندك علاش ما رباش؟ وليت ريزيدونت على فيديراسيون تتخيرهم ولا شكون؟ لي فوطي الجمعيه. شبعية هي اللي تخير رئيس الاتحادية. علاش؟ المهم نزلك سؤال واحد اخر. ايه ما انتخبتش على روحك واعطيت صوتك للرئيس مدوار، كين على هالتفاصيل؟ واش نحكي لك عليها؟ ترشحت لرئاسية الفاف وربيت عيدك مرات وما ربحتش، انتخبت على نفسك واعطيت صوتك للرئيس. هو طلب مني قال لي قعد صوت واحد كان عارف بلي هذاك الصوت اللي يربحه ولا اللي يخسره. اه علاش عطيتوني؟ لانه كنت فهمت بلي كانت تدير الكرسه مخدومه بيان. على بالنا كامل بلي كنت قرا في فرنسا وكنت ربيت في كرة القدم. ايه علاش حبس الاربيتراج؟ لانني التيت بالبزنس اكثر من الاربيتراج ولا والدراسه. مش من نوع مش من البزنس يا اخي، ماشي في الاربيتراج. لا لا عمرك ما بزنس في الاربيتراج؟ ماشي اربيتراج انا وماشي في الميديو هذاك. كنت بريزيدون تاع مسرح حسين الدايم، بليده وبليديه وعين الدفله وبومرداس وانديه اخرى. كنت رئيس، انا كنت رئيس تاع النصر حسين داي ومديه فقط. علاش بصح ماشي بزاف عليك؟ الان راك غايب علاش؟ لانني عييت شويه وفقت باللي كبرت. مازالك صغير مازال. اللي لحق الوقت نروحوا شويه لاريتريت. ايه. ما نخيروا حاجه واحده اخرى احسن. راني ما عنديش كيستيون. راني راح نطلب منك توضح لي تحكي لي قصه. روح. وليدك ربي يرحمه. غرق في البحر. شكون؟ وليدك ربي يرحمه. ايه عبد الوهاب الله يرحمه ويستحق. يقول الله شي هنا واش صرا؟ الوهاب هذا كان عنده الهوايه يدير الصيد لا بلونجي سو مارين، وكان بحال نهار مات كان هو دا كيما نقول الحق الاجل ديالو، يعني حسب التحقيق وكاع واش صرا. هو كان سيتي في لو 16 جوان كانت لا بروم طاحت كيما نقولوا مكتوب ربي، لان لا بروم هما يصيدوا ثلاثه على بالك، هما القاعده يكونوا ثلاثه، واحد يعس وزوج يصيدوا، ولكن لا بروم كي طاحت نيفو دو لو شغل ما نجموش ما عرفوش هو كان الحق الاجل ديالو، لانه هو كان باسكو من بعد لقينا ميرو في الفيزيا اربون ديالو، ونظن هو الخطا، لان باسكو الطب الشرعي كان وضح لي بانه هو كان راح لطايبي من اسبوع قبل اسبوع، دخل عند كان عنده 3 ايام ولا 4 ملي دخل، ويقول لك باللي لما تستعمل لالتيتود بليس دو 10000 متر في السماء لو كور دو لاتر ما ينجمش يدخل في ليكيليب، باسكو هو دار ان فول اللي يجوز 17 ساعه لو يافالو يقعد في راحه تاع الاقل 7-8 ايام، وهذاك هو الشيء اللي كان نحكي لك طبيا، انا ما نحكيش قضيه الروح، روح من عند ربي والحق الاجل وكذا. من الناحيه الطبيه لا ريكاردياك ديالو باسكو لا سينكوبي، هو لا سينكوبي هذه واش معناتها؟ معناتها هي لا ميور دي مور، باسكو بون ما نعرفوش من بعد قضيه الروح وملك الموت وكذا، ولكن سينكوبي سي لا ميور باسكو تبدا تدوخ بلا عقل ومن بعد تفقد ال وفات عبد الوهاب اثرت بيت الله يرحمه، اثرت فيك كثير في المسار ديالك؟ بيان سور بيان سور، كان هو شاب كان غير كيما تخرج من الجامعه، كان غير كيما تحصل على ليسانس، وكان عنده كان هو كانت عنده شركه كبيره، كان يشتغل هو في الكاميرا والكابيسكوب، وكان هو الممثل تاع الشركه هذه اليابانيه في الجزائر، يعني كان عنده مستقبل زاهر في التجاره وحتى في الدراسه، يعني كان محضر روحه باش يزيد يروح للماجستير وكذا، وربي يكتب باش نقولوا كان الله غالب للاسف
ربي يرحمه ان شاء الله. كل حاله كما نقولوا ان لله وانا اليه راجعون. الله يرحمه. هو عاش ورجل طيب عاش يعني بها في المجتمع. كان هذاك العام على كل حياه نكته، كانوا حابين ينحوني النهد باش يديروا وليدي في بلاصتي. داروا لي كومبلو باش ينحوني ويديروا من بعد. ربي يرحمه ان شاء الله ويعوضك عليه. وكانت سبه باش انا هذاك العام حبست وباش هو كان مات ومن بعد جات جماعه ناعي كومباني. ربي يرحمه وربي يعوضك. الله يرحمه ويوسع عليه. ما عندك القراجة؟ سي نحلو. سي نحلو. نعم. جابوا لي عليك قرعة صحيحة. روح. جبت لك قرعة واعرة الخطار. مرحبا. سمعت بلي مديت الرشوة خطرة الأربيت. أربيت؟ في إفريقيا. نعلمك حاجة، ما كانش رئيسي مد رشوة الأربيت. راني مديت الرشوة. أه، إيلوش. وصلت الحكاية تاع إفريقيا هذه. علاش؟ فصون نصيب طيحت في البير. كيفاش واش تسميها رشوه؟ كيفاش وصرا في قضيه تاع افريقيا هذه؟ على باليش انا سمعت. خلينا نتكلم مع سي العلو. تراجي نتكلم برك مع سي العلو. وصرا في قضيه تاع افريقيا. في افريقيا واش يقصد؟ وين في افريقيا؟ احنا لعبنا بزاف لي ماتشون افريك. اما رشوه هكذا الاربي تاع افريك ما عندوش المعلومه صحيحه. علاش؟ سيدي طيحت في البير. ايه سي جامي سي نحلو. نحلو تفضل. عرف الجلابه الله يبارك ما شاء الله. قلتك شابه بصح علاش نهار احسن يحل نهار احسن يحليش في البرتغال علاش رحت بالكوستي ما رحتش بالقميص؟ باسكو جينيرالمون في اوروب نلبس كوستيم باسكو بزاف ماشي غير في كي نروح لندن وين كانت عندي تجاره في لندن فرنسا وين نروح للخارج جينيرالمون نروح بالكوستيم ولما نروح لتونس المغرب دبي السعوديه نروح بالقندوره. او جاوبك كنت قادر تلبس قندوره في لندن. ها وكانت كاين فرصه واحده قلت لهم لو كان نروح لا فينال نلبس كوستيم. خلاص هذا واش عندك العجي الله يبارك هذا واش عندي. شكرا لك وشكرا اليوم سي زيتوني نشكروك على قدومك نهار اليوم ان شاء الله كنت مرتاح والاسئله جاوبت بكل اذا يعطيكم الصحه سي حلو يعطيك الصحه. اذا وصلنا لنهايه عدد اليوم في الاخير ما بقى لنا الا نعاود نشكركم. تمنياتنا غدا ان شاء الله ان الفريق الوطني الفريق الوطني يعاود يجيب لنا كما جاب لنا الكحلوش هكذا جيب البلوندا ان شاء الله يجيب لنا العربيه البلوندا العربيه ان شاء الله يجيب لنا العربيه. تمنيتنا الفريق الوطني بأن يعود إلينا بهذه الكأس التي أفرحت كثيرا الفريق أو كثر الشعب الجزائري. إذا ما دابنا كما اللاعبين كانوا يفرحوا بعلامين ما دابنا يجيبون العلامين اللي كانوا يفرحوا فيهم داخل الملعب. يعطيكم الصحة إلى اللقاء نلتقي إن شاء الله العدد القادم إن شاء الله لما لا تكون معنا الكأس أو تكون معنا العربية إن شاء الله في هذا البلاطو. سلام